اهلا وسهلا ومرحبا بيكم وحلقه جديده من برنامج مقلب دوت كوم. طبعا جميل قوي ان التكنولوجيا اللي موجوده ان احنا نحاول بقدر المستطاع نلحق التكنولوجيا، وخاصه ان يوميا بيحصل حاجات جديده ويوميا بنتعرف على حاجات جديده. يمكن لو جينا من 10 سنين من 15 سنه وقلنا الناس ان انتوا هتقعدوا تكلموا ناس في امريكا او هتكلموا ناس مش عارف فين وتعملوا شاتنج وتفتحوا الكمبيوتر ازاي، كان الحاسب الالي او اللي هو الكمبيوتر ده كان عباره عن مبنى كبير جدا. اتطور وبقى اصغر واتطور وبقى اصغر واتطور وبقى اصغر واتطور ويوميا بيتطور ويوميا بيحصل فيه حاجات جديده وكتيره جدا. ان احنا حتى نخلي اولادنا يتابعوا الاجهزه الحديثه ويتابعوا الكمبيوتر ويتابعوا النت ويتابعوا الحاجات دي، ده في حد ذاته شيء جميل، لكن لما ده بيزيد عن حده بيقلب لضده، وده اللي احنا بنقوله دايما. كان غريب قوي ان يجي لنا ايميل من اب وام، الاثنين عندهم استعداد كبير جدا انهم يعملوا مقلب في ابنهم، الأستاذ جمال عزام ومدام هيام الشرباجي، الاثنين بعتوا بيتكلموا عن ابنهم سامر انه عامل مشاكل كثيرة جدا ليها علاقة بالكمبيوتر وبالنت وبيقعد ساعات طويلة قوي. الأستاذ جمال ومدام هيام وسامر الثلاثة موجودين معانا، اهلا وسهلا، اتفضلوا. اهلا وسهلا، اتفضلوا. سامر انت عامل مشاكل كتيره جدا لبابا وماما، واضح يا سامر. يعني حكايه الشاتنج دي كمان برضو عشان ايه، الناس كتير عارفين ايه هو الشاتنج وفي ناس مش عارفين، بنفهم الناس اللي مش عارفين ان ممكن بيقعد سامر بالساعات قدام الكمبيوتر وقاعد بيكتب كلام، والكلام ده ناس في اي حته تانية ويقوموا ردين عليه بكلام تاني. انتوا يعني ايه اللي لفت نظركم وفكرتوا بناء عليه تبعتوا ايميل للبرنامج؟ كان سامر تعبني شويه، كان باستمرار بره البيت، مش قاعد في البيت، لو جه يجي قاعد في اوضته على كمبيوتر افتحه يتغدى جوه يتعشى جوه ما بشوفوش. ففكرت في الموضوع ان انا يبقى قريب مني ويبعد بعيد عن المشوار ده كليته ويبقى قريب مني، يبقى الاقي ابني في حضني. واللي انا عرفته كمان ان حضرتك ما كنتيش موافقه في الاول ان يتعمل المقلب في البيت. تمام. وصعبان عليك ابنك وان هو هيتعمل فيه مقلب وازاي ابني تعمله فيه كده، لكن هي اساس الفكره ان احنا من الاساس بنهزر وبنضحك وبنستفيد معلومه، لو في حاجه غلط الواحد بيعملها بنحاول ننبهه، مش هو بس، هو وكل الناس اللي بتتفرج كمان. بالظبط حضرتك، انا كنت متردده جدا يعني كأم بقى، قلب الام بقى وحبيبي ابني وكده، بس انا حسيت ان الموضوع ده هيرجعه في حضننا تاني لان هو في حضن الكمبيوتر. هو في حضن الكمبيوتر. ايه الحكايه دي يا عم؟ ايه يا سامر الموضوع ده؟ مفيش حاجه، بيعملوا فيا كده ليه؟ مش عارف. انت مستغرب يعني؟ اه والله. يعني انت بتقعد قد ايه؟ كام ساعه بتقعدها مثلا في اليوم قدام الكمبيوتر؟ مفيش، 6 7 8 ساعات. 6 7 8 ساعات؟ يعني انت بتقول كان ايه 6 7 8 دقائق يعني، لكن هي 6 7 8 ساعات دي حاجات وقت كبير. ايه اللي بتعمله بالظبط على الكمبيوتر يا سامر؟ شات وجيمز بس. جيمز طبعا مش مفيده. الشات ايه اللي بتستفيده من الشات؟ بتعرف على ناس جديده، بتعرف على اصدقاء جدد وكده. تعرف انت مخنوق مني ولا ايه؟ تعرف على ناس جديده من خلال الشات. يعني مثلا حد بره، حد بتتكلم معاه بالظبط. لكن بتتكلموا في ايه بقى؟ في الدراسة وكده. في الدراسة. ما تكسبنيش في الدراسة. بابا في الدراسة. بابا. فاسك. لكن جالنا برضو أكتر من إيميل من أكتر من صديق بيتكلموا في نفس الموضوع، وبيتكلموا إن ليهم صحابهم بقوا مدمنين إنترنت وبيقعدوا بالساعات قدام الإنترنت. هنروح لفاصل وأول ما نرجع هنشوف الناس اللي بعتوا الإيميلات. شكراً.
رجعنا مرة تانية ولسه بنتكلم في حلقتنا على موضوع الانترنت والكمبيوتر والناس اللي بيبقوا مشغولين طول الوقت على الكمبيوتر. وجالنا أكتر من إيميل من محمد رضا بيتكلم عن صاحبه باسم محمود إنه عنده نفس المشكلة اللي بنتكلم عنها في موضوع حلقتنا النهاردة. محمد رضا وباسم الاثنين موجودين، أهلا وسهلا، اتفضلوا. محمد رضا بيشتكي من باسم عشان عايز يعمل فيه مقلب. محمد يعني باسم كويس ان حظه كويس ما تعملش فيه المقلب، والمقلب النهارده كان من حظ سامر، معلش يا سامر. لكن محمد انت ايه اللي لاحظته على باسم عشان كده بعت الايميل؟ بدايه هو كان على طول النهار على النت، بس المشكله بتاعته ان هو مش بيقعد على النت بس عشان يعمل شاتنج، لا هو عشان يتعرف بس على بنات. يتعرف بس على بنات، يتعرف على بنات ويصاحب بنات وكده، اللي تعجبه ويطلع شكلها حلو ويكمل معاها ويقابلها وكده. يتعرف على بنات من خلال الانترنت ويبعتوا له صورهم، فلو لقاها حلوه بيقابلها او يفضل بيكلمها لو هي في بلد تانية او حاجه. نفس النظام كده يعني، بس فما اتعرف بقى على بنات وكده، في بنات فعلا حبته وكانت مخلصه له والكلام ده كله، بس هو طبعا لو طلعت مثلا مش عاجباه او زهق منها وكده هو اسبوع. مين اللي حبته وكانت مخلصه؟ استنى ما تكروتنيش يا عم. مين اللي حبته وكانت مخلصه؟ هي البنت مثلا، البنت اللي كانت بتكلمه على لا اصل هم هبل يعني عادي يعني. هم هبل. بيضحك عليهم بسرعه يعني. اللي هم مين اللي هبل؟ البنات يعني. يعني هي البنت اللي بتكلمه او بتبعت له ايه؟ هي عشان مثلا البنات يعني ما يقول مثلا هو بكلامه مثلا يقعد يقول لها كلام حلو وما اعرفش ايه وكده، بس فهي يكتب لها كلام حلو، يلاقي خطها حلو فتعجبه، كلام معسول يعني. انت ايه الحكايه دي يا بس؟ ايه الموضوع ده؟ الكلام اللي هو بيقول ده حقيقي؟ مش بالظبط يعني، عشان امال ايه؟ عادي يعني، اللي هو برضه قعد شات وبتاع وكده، بس اللي هو مش بضحك على البنات يعني ما تصدقوش. مش بتضحك عليهم؟ عادي يعني. يعني تبعت لهم صوره حد غيرك مثلا؟ لا لا لا، صورتي عضلاته وبتاع والجو ده. لا لا، صورتي. صورتك انت بس. عادي اللي هو مش بضحك عليهم، اللي هو اصحاب عادي يعني. مش طب انت بتعمل حاجه تانية على الكمبيوتر غير انك انت تحاول تكلم بنات او تتعرف على بنات؟ ما هو انا اصلا برضه في كمبيوتر ساينس، فاللي هو برضه كمبيوتر ساينس. فكل برضه شغل يعني مذاكرتي على الكمبيوتر، شغلي كله على الكمبيوتر وكده. ومع شغلك ومذاكرتك بتعمل فاتح النت برضه تحت كده وعادي برضه شايف برضه. طيب انت كنت مره عايز تعمل فيه مقلب، ولا انت كنت عملت فيه مقلب؟ لا هو عملت فيه مقلب. انت عملت فيه مقلب؟ أيوة. عملت فيه ايه بقى؟ كلمته على اني بنت من النت يعني. كلمته على انك انت بنت؟ عملت ايميل على اني بنت وكلمته من عليه بس، وبعد كده بقى وصل بقى التليفون وكده، بعرف قال لي ده صوت بنات كويس يعني. ما طلبش منك صوره؟ طلب مني صوره. بعت له صورتك ولا صورة البنت؟ لا صورة بنت بقى، بس بنت يعني حسب بقى اللي هو بيحبه يعني. يعني بعت له صورة بنت كمان الستايل اللي هو بيحبه. أيوه. صاحبك وانت عارف. أيوه ايه دماغه يعني. بس وكان يقعد بقى يحكي لي عنها وكده يعني، بس انا قعدت بقى على الموضوع. كان اسمها ايه البنت اللي انت؟ اميره. اميره. وهو حب اميره. هو بقى عايش. وانت بتسمع منه بقى عن قصص العذاب اللي بينه وبين اميره. يحكي لي بقى ويعيش معايا بقى وانا اسمعه وامسك نفسي من الضحك وكده يعني. تمام. لغايه اكتشف الحكايه ولا لسه اول مره؟ لا ما اكتشفش الحكايه بقى، اللي حصل مثلت الموضوع لغايه 3 شهور. ثلاث شهور. بعد كده بديته معاد في الكليه يعني، في يوم كنا في الكليه وكده اتصلت بيه على الموبايل، فقلت له انا موجود دلوقتي في الكليه، فقال لي انا برضه في الكليه، قلت له طب عايز اشوفك وكده. انت كلمته عملت نفسك اميره؟ اه. ورفعت صوتك؟ لا هو صوته صوت بنت يعني بشكل مش اللي هو ما حسيتش اصلا. طب ممكن تقول لنا جمله كده؟ وحشني يا باسم، عامل ايه، اخبارك كده يعني. ده كان جايب خط جديد. عجيب يا باسم. كان جايب خط تليفون جديد اللي هو عشان مش عارف رقمه يعني، فاهم؟ عشان ما تعرفش رقمه. ما اعرفش رقمه وبتاع، وبيكلمني بقى وبتاع وثلاث شهور. هو انت يكفي على المقلب اللي حصل لك ده، وكويس ان ما حصلكش مقلب في برنامج مقلب دوت كوم، لان المقلب كان من نصيب باسم، وهنتفرج على المقلب حالا اول ما نرجع من الفاصل. شكرا.
معانا مرة تانية ولسه بنكمل حلقتنا والمشاكل اللي بتحصل من الانترنت اللي بتخلي الناس يبقوا متفرغين طول الوقت للكمبيوتر والانترنت، ما بيقدروش يزوروا قرايبهم، ما بيقدروش يزوروا خلانهم ولا عمامهم، ولا حتى لما قرايبهم بيجوا هم يشوفوهم أو يقعدوا معاهم. دي مشكلة كبيرة جدا ناس كتيرة أو بتعاني منها، ونتمنى إن يكون المقلب عمل رد فعل. وأكيد ولا عمل رد فعل بقعدتك دي يا أسامة، ولا عمل رد فعل ولا أي حاجة. وهنشوف مع بعضينا المقلب ونرجع نكمل كلامنا تاني. فريق العمل بدأوا يستخبوا في أماكن مختلفة جوه الشقة، ولازم طبعا يكون الوصول لأوضة سامر سهل جدا. وإحنا رتبنا مع الأب والأم إنهم يقولوا لسامر إنه قبل ما يجي البيت لازم يعدي على حد قريبهم عشان يجيب من عنده حاجة. كنا إحنا بقى متفقين مع القريب ده إنه يأخر سامر على قد ما يقدر على ما نكون رتبنا نفسنا كويس. شوف قمرات ازاي وطول الليل يتخبوا مع بعض
كان من حق ماما انها تتردد اكتر من مره عشان توافق يتعمل فيك المقلب ده، بس مش عارف يعني هو المقصود بيه طبعا في الاول وفي الاخر هزار، لكن حكايه بجد ان الواحد يقعد طول يومه يضيع يومه كله عشان يعمل حاجه مش مفيده، هي دي المساله الاساسيه يا سامر، ولا انت ايه رايك؟ هزار انا كنت اموت. ها؟ كنت اموت. لا بس الحمد لله يا فريق العمل لحقك قبل ما تموت على طول. يعني الناس يشكروا فريق العمل كله معانا، كل العفاريت اللي كانوا عاملين عفاريت الانترنت موجودين، اهلا وسهلا اتفضلوا. ياسر وشريف وايمان ومحمد الصغير واماني ابو النجا، يا سلام. ايه حكايه العفاريت دي؟ ياسر الموضوع ده. موضوع ايه اللي حصل؟ موضوع العفاريت يعني هو الراجل انسايب خالص. يعني ما خدش معاكوا غلوه تقصد؟ ايه يعني على طول، يعني احنا مجرد ما طفينا النور هو عفاريت اساسا. انتوا في العادي عفاريت. والمشكله اساسا ان احنا كمان بنخاف من العفاريت. كنا مقلقين اساسا. اكتر حاجه لقيتك اما طفيتوا انتوا النور. لما احنا طفينا النور كنا بنتحايل على بعض مين اللي ايده بعد كده. اول فين احنا كنا شايفين بعض يعني كنا ما كناش عارفين بجد مين اللي جنبي. ايمان انت كان دورك ايه في الحكايه دي؟ بنته. بنت العفريت. بنت العفريت الكبير. شابونيز. دي شابونيز اللي شبه امها. واخده تاني في الساحل الشمالي. كل ده وهو مش معانا، هو مخلوق. كل الكلام ده ما خلاكش تفكر الحكايه ممكن تبقى مقلب؟ هو في عفاريت بتتكلم؟ على اساس ان انت عارف العفاريت يعني متعود عليه. شافهم قبل كده يعني. يعني انت عارف ان العفاريت ما بيتكلموش ولما لقيتهم بيتكلموا. بس كان وقتها ما هعمل ايه طيب؟ وقتها اتخضيت وجيت تفتح الباب لقيته مقفول، ويا بابا ويا ماما، ولا بابا ولا ماما. ولا في الدماغ. بابا وماما نفضوا لك يا معلم. كان بينفض لنا بس طبعا. قاعد قد ايه بينفض يعني؟ قد انت جربت التنفيض؟ وطبعا يعني نتمنى ان الحكايه دي تكون جايبه نتيجه كويسه. بنشكركم طبعا، وبنشكرك يا سامر، وبنشكر فريق العمل، ونشكر كل الناس اللي موجودين النهارده معانا في الاستوديو، وكل الناس اللي موجودين في البيوت، ونتقابل معاكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده من مقلب.com.